السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة باغادي ديوغو. سعيدة جدا بلقياكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. اليوم غنحضروا الملوي بواحد الطريقة اللي سهلة بزاف، غادي تعجبكم والنتيجة ديالها أكثر من رائعة. كما كتشوفوا كيجي واحد الملوي اللي مفروق من الداخل، محلول ومورق، كيجي خفيف ولذيذ من أروع ما يكون. فنمشيو على بركة الله نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. غادي نحتاجو الكمية ديال الدقيق على حسب عدد الأفراد. أنا خديت هنايا جوج كيسان ديال العنبة ديال الدقيق الأبيض وكاس ديال العنبة ديال الفينو أو دقيق القمح الصلب. غادي نضيف معاهم واحد نص معلقة صغيرة ديال القهوة ديال خميرة الخبز الجافة، يعني ما نكتروش غير نص معلقة لأن الجو بارد بزاف. وغنحتاجو معلقة صغيرة ديال خميرة الحلويات ومعلقة صغيرة ديال العسل وشوية ديال الملحة. فكناخدو الإناء اللي غنعجنو فيه نديرو فيه الملحة والدقيق وخميرة الخبز. إلا كان الجو سخون بزاف بلا ما نديرو الخميرة ديال الخبز، فقط درتها لأن الجو بارد. ضفت خميرة الحلويات ومعلقة صغيرة ديال العسل باش كتعطينا واحد اللون زوين للملوي ملي كنكونو كنطيبوه. صافي، وغادي نجمعوا هاد العجين بمدافي لان الجو بارد. الا كان الجو سخون فكنديروا غير الماء ديال الروبيني، نضيفوا الماء بشويه بشويه وحنا كنعجنوا. بغينا واحد العجين اللي يكون رطب ماشي قاصح نهائيا، كندلكوه مزيان وكندهنوا يدينا بقطيره ديال الزيت وكنجمعوا العجين ديالنا على شكل كره كما كتشوفوا. غادي نخليوه يرتاح، شفتوا القوام ديالو ماشي قاصح نهائيا. كنديروه في واحد البواطة ديال البلاستيك او في كيس بلاستيكي ونخليوه يرتاح واحد 10 حتى 15 دقيقة، ومن بعد نرجعو ليه باش نقطعوه كويرات. شوفوا كي تيولي العجين ديالنا مدلوك مزيان ومرتاح واحد شوية. فكنبداو نقطعوه الكويرات، من الاحسن ما يكونوش كبار بزاف، انا درتهم متوسطين. وكنحطو في بلاطو اللي مدهون بالزيت، من بعد نغطيهم ببلاستيك غذائي ونخليهم يرتاحوا قبل ما نورقوهم. غادي نخليهم يرتاحوا تقريبا واحد ساعة، المهم انهم ما يخمروش لينا باش ما يتقطعوش في التوريق. بعد ما ارتاح العجين كناخذ واحد شويه ديال الفينو، انا ضفت معاه شويه ديال خميره الحلويات، نخلطهم بجوج وغادي نورق بخليط ما بين الزبده دايبه والزيت. كندهنوا سطح العمل، انا كندير زبده من اصل حيواني يعني زبده من نوع جيد، وممكن نديروا الزبده ديال البواطه. كندهنوا سطح العمل وكنبداو نورقوا العجين في الاول بالطول، ومن بعد كنبداو نعطيوه العرض. بغينا نحصلوا على مستطيل ونحاولوا نورقوا العجين ما امكن، يعني كل ما كان العجين رقيق كل ما غيجي الملوي ديالنا زوين وغيجي خفيف وما معجنش من الداخل. وإلا خليتو العجين ارتاح مده كبيره ديك الخميره غادي تخلي لينا العجين كيتقطع، يعني الا كنتو غتخليو العجين مثلا تعجنوه الصباح وما تخدموه حتى العشيه، فمن الاحسن ديروا كميه قليله ديال الخميره. وإلا كان الجو سخون بلاش منها. من بعد ما كنطلقوا العجين كنرشوه بشويه ديال الزبده مع الزيت، وكنرشو ايضا شويه ديال الفينو اللي درنا معاه خميره الحلويات. ما نكتروش الفينو باش ما يجيناش قاصح، العجين كيقصح لينا وما كنقدروش نقرصوه في الاخير وكيجي كيتقطع. من بعد كنبداو نطويو على هاد الشكل، وغادي نجيبو الطرف الثاني نديروه فوق الطرف الاول، يعني كيوليو عندنا ثلاثة ديال الطبقات ديال العجين. وكنرشو خليط الزبده والزيت وايضا الفينو.
من بعد غنبداو نجمعوا العجين بهذا الشكل كيوليو فيه بحال البليات وكنطويو بهذه الطريقه. كنديروا الطويه الاولى شويه عريضه ومن بعد كنكملوا بهذه الطريقه بحال هكا بلا ما نزيروا العجين ديالنا. وهاد الجنيبات كندخلوهم هاد الطرف الاخير كندخلوه في الجناب صافي وكنقلبوها بهذا الشكل مباشره. كنحطوها في هذاك البلاطو ونخليوها ترتاح وغادي نشوفوا واحده اخرى. انا كنبدا نورق بالطول ومن بعد كنمشي نعطيه العرض ندهنو بخليط الزبده والزيت ونقلبوا. فإلا كان العجين ناشف ممكن انه يتقطع لينا يعني ندهنوه وما نبالغوش ما نكتروش الزبده والزيت باش ما يجيناش مية دم وثقيل. وكنبداو نجرو بحال هكا غير بشويه نحاولوا ما نقطعوش. هو الا كان العجين مطلوق بزاف راه كيتقطع والا خمر ايضا كيتقطع. وما نساوش الجناب لانهم كيبقاو غلاض فنركزوا عليهم. طريقه سهله بزاف والنتيجه ديالها اكثر من رائعه. من بعد كنرشوا خليط الزبده والزيت ونرشوا شويه ديال الفينو ونطويو. كنجيبوا هذا الطرف بحال هكا والطرف الثاني فوق منه يعني طريقة سهلة للجميع المبتدئات وحتى اللي كيتقنوا الملوي فغاديهم سهلة بزاف. كل شيء غيدير هاد الطريقة وغتعجبو. من بعد ندهنو أيضا بخليط الزبدة والزيت ونرشو الفينو وكنبداو نجمعو بهاد الشكل. عملية من أسهل ما يكون صافي. وغادي نبداو نطويو ما نزيروش الطويه وكنجمعوا هذا الطرف ندخلوه هنايا في الجناب صافي وكنوقفوها. كنستمروا حتى نكملوا الكميه اللي عندنا كلها. من بعد كناخذوا اول مسمنه حضرناها. المقله ديالنا في هذه الاثناء تكون سخونه. مقله ديال المسمن من الاحسن تكون ثقيله تكون سخونه مزيان. كنبسطوا المسمنه هنا ما نرقوهاش بزاف ماشي حتى تولي بحال الورقه يعني نقرصوها ما تبقاش غليظه ولكن في نفس الوقت ما تكونش رقيقه بزاف باش كيجينا الملوي باين صافي. وكنهزوها نحطوها في المقله. انا المقله كنرشها غير في الاول بالزبده والزيت صافي وكنحطوا الرغيفه ديالنا على الوجه الاول. ممكن ترشوها بشويه ديال الزبده والزيت قبل ما تقلبوها. كنخليوها غير شويه على الوجه الاول وكنقلبوها. كتكون يلاه بدات كتاخذ واحد اللون مذهب. النار ما تكونش عاليه وما تكونش مهيله بزاف صافي. وكنبقاو نقلبوا الملويه ديالنا حتى كتبدا كتنفخ وكتحل وصافي. ملي كطيب كنهزوها وكنحلوها بهذه الطريقه. ممكن تخليوها واحد شويه تبرد الا جاتكم سخونه. هانتوما راه كيجي محلول الملوي مفروق من الداخل وما معجنش نهائيا. كيجي واحد الملوي اللي رائع وسهل كيما شفتوا معايا في التحضير. فنتمنى انكم تجربوا الوصفه وترجعوا تقولوا لي النتيجه كي جاتكم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديالنا ديال اليوم. كنتمنى انها تعجبكم وتجربوها بالصحه والراحه. وشكرا لكم على حسن المتابعه والى اللقاء مع وصفه جديده باذن الله.